qofka muslimka hadday dhibku dhacdo uu yidhaahdo innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, allaahuma jurnii fii musiibatii wakhlufnii khayran minha, hadduu intaas yidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu bedelaa wax ka khayr badan ka barto. Xalaqada maanta waxay ku socotaa qof walbo muslim ah oo dhib ku dhacay meel walba u joogo, gaar ahaan walaalaheennii dhaawaca ama dhibka kasoo gaaray qaraxii ka dhacay xamar. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحررنا إنك هذا النوع صبرك يو فضل جيسا ولا للسماء أقنا هاي أدون دب كما رنا ماضو سيدا درت قفو البوحة لو باهاي هاي إنو صبرك يقيمه صبرتو حال قضا ما أنت وحي كسعة قفو البو مسلنة أو دب كردع عمال والبو أجو قار أخان ولا لهني تاوع أما دبك كسو قاري قرحي كردع حمر. الله سبحانه وتعالى أسيقو إنو شيغي صبرك إي قيمه سوحو يري يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نبي قنا صلى الله عليه وسلم أحاديث آد أتربضن أيوكو شيغي صبرك إي قيمه س لكن وحانكو قابصا دوما لبا حديث كليا إن شاء الله. حديث كوبا دوحو كجرا صحيح مسلم رسول صلى الله عليه وسلم حولي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. وحان لي يابير قفك مؤمنك أرمهيسا أرنتا نوحا إسكال مؤمنين تكلية إن أصابته سراء شكر هدي خير أوهلا أو الحمد لله راهدو خير أوتهي وإن أصابته ضراء صبر هدو نبكو دع صبرنا خير أي أوتهي لبضى مربو وليباني الله أكبر. حديث كاللبات أسنى سيحي مسلم كجروا حديث آت أقيم مبضان أنسي في عنو دقي سنة رسول صلى الله عليه وسلم وحوله قفك مسلم كهدي ابكو دعضو ويراهدو إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، دو انت سيراهدو إله سبحانه وتعالى وحو كبا وقبدلا وحك خير بضان. الله أكبر. هذا بول عليال صبر كان الله سبحانه وتعالى نأمره آية بضان وغشي كتاب كيسة نبينا صلى الله عليه وسلم إنه وشي أحاديث تربضن فوائد ليه فوائد عدو تربضن أيو ليه شن كم إذا أيام كوكاب صندوقنا إن شاء الله كو قفكي صبر وحو هلا ليبان الدون إي آخر الله سبحانه وتعالى وحو ليه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لابو خيرك أو لولا لابو الله سبحانه وتعالى وحو ليه أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. سدح معية الله الله سبحانه وتعالى أو معاك أو قرب كاك تاغن الله وحو ليه إن الله مع الصابرين. أفر صبرك وجنة معنى هذا وحاوة وحكستو كاهر إستاغا لباتدو كاهر إستاغا الله سبحانه وتعالى وحير وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا شن أجر آدو تربضن وأن لكو بكنا الله سبحانه وتعالى وحير ليه إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقدم بينت ولا لي الله سبحانه وتعالى وحن ويديسني صبر كان سان أقيمها بضن أفضيق بضن إنه نو إرزاق ونوفضي ونقدق ضدك صبر. آمين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.